بسم الله الرحمن الرحيم. ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذه الليلة الميمونة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. حس معايا ان انت داخل بيت النبي، واللي بيتفرج على البرنامج لاول مره يحس ان هو اول مره بيتشرف وبيعني بيعلو قدره عند ربنا ان هو داخل بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم لاول مره، داخل بكل هدوء وادب وسكينه داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المره دي لقينا موقف جميل جدا من النبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم مره في مره يدعم لتاسيس بيت مسلم على غرار بيت النبي واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيكلم اهل العروسه وبيقول لهم وبيوصيهم وصيه غاليه جدا جدا محتاجين لو عملنا بها في زماننا ده بفضل الله كل البيوت هتتاسس على الطاعه، كل البيوت هتتبنى طاعه بفضل الله سبحانه وتعالى. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه بسرعه والحقوا يلا وفاق التعقيب والسرعه فزوجوا، الا تفعلوا لو ما عملتوش وما مشيتوش على وصية النبي إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ارجع للحديث معايا: إذا أتاكم من ترضون إيه؟ خلقه ودينه، مع أن الخلق من الدين، لكن النبي ذكر الخلق يعني منفصلا عن الدين، لأن الأمر خطير جدا جدا جدا. ممكن تلاقي إنسان ما شاء الله بيصلي وبيقوم الليل وبيزكي وبيعمل حاجة كتير جدا، لكن في النهاية من ناحية الخلقية تعالى بنقول ان الترمومتر الايمان اللي بيوضح مدى كمال الانسان ومدى كمال الايمان في قلب الانسان هو الخلق. اللي قال كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. الله اكبر، عايز ميزانك يتقل وعايز ميزانك يتقل. طبعا اتمنى يوم القيامه لما اجي كده في اليوم اللي ربنا قال عنه يوما يجعل الولدان شيبه، اتمنى الاقي كده ايه لبشه حسنات كده ما شاء الله وميزان تقيل. الله اكبر. النبي بيقول لكم بكل بساطه بحسن الخلق يبقى الميزان تقيل جدا. ازاي النبي قال كده؟ قال صلى الله عليه واله وسلم: ما من شيء اثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق، وان الرجل ليدرك حسن الخلق درجة الصائم القائم. الله أكبر. حديث ثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كنت عايز تعرف مدى قربك من النبي يوم القيامة في الجنة برضو بحسن الخلق قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. عشان كده لقائنا للادي كما تعودنا أو كما وعدناكم المرة السابقة إن شاء الله يكون بعنوان حوار مع عاقد الجزء رقم 2، وإحنا اتكلمنا من 3-4 حلقات وبس فقط خدنا فاصل كده في الكلام عن فتنة الحب وعن وقوع بعض الشباب في فتنة الحب، واتكلمنا في الحلقة الماضية عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ابتدينا نكمل المسيرة بتاعتنا يعني مع حبيبنا المصطفى في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج وحوار مع عقد الجزء الثاني. لكن عايزين نقول حاجة، احنا هنتكلم عن العقد يعني بنقول الحمد لله العريس وصل، ألف مبروك أختنا الفاضلة، ربنا يا رب يزوج كل أخواتنا المسلمات بأزواج صالحين، قولوا آمين. طبعا دي أكتر حاجة بتأمنوا عليها، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عايز أقول حاجة صغيرة خالص، خلاص العريس وصل والأخت هتتجوز والأخ هيتجوز ما شاء الله. السؤال بقى اللي عايزين نسأله: يا ترى العريس دوت كفء لهذه الزوجة؟ يا ترى في كفاءة؟ يعني في كفاءة من الزوج دوت للزوجة اللي هو اختارها؟ هو فعلا يعني يليق بالزوجة ديت؟
هو فعلا يستطيع ان احنا نقول او نستطيع ان احنا نقول ان هو كفء لهذه الاخت الفاضله، يستحق ان يتجوزها يعني بالبلدي كده. عشان كده موضوع الليله دي الكفاءه في الزواج موضوع خطير جدا جدا، انا بعتبره من اخطر المواضيع يا جماعه. ان يا ترى الزوج ده يصلح للزوجه ديت؟ احنا بنأسس بيت مسلم، بيت مسلم عشان يبقى ويعيش ويبقى ذخر للامه كلها ولغير الامه. كنتم خير امه اخرجت للناس. قلنا قبل كده ان ديننا لا، دين عالمي، دين عالمي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بدا اول ايه في كتاب الله الحمد لله رب المسلمين، لا رب العالمين. اخر سوره في كتاب الله قل اعوذ برب الناس، مش رب المسلمين بس. فاحنا ديننا دين عالمي، كنتم خير امه اخرجت للناس. فعايزين بيت ما شاء الله، بيت مليان طاعة، بيت مؤسس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بيقول لابد يكون في كفاءة. لكن ايه المقصود بالكفاءة؟ قالوا المماثلة بين الزوجين، يعني بالبلدي كده الاتنين يبقوا زي بعض. طب هل هو ده المطلوب؟ هل المطلوب يبقى الزوج زي الزوجة بالظبط؟ يعني كفاءة في الحالة الاجتماعية والحالة المادية والحالة الثقافية والتعليمية والحالة الجمالية والشكلية والذوقية واللبسية يعني هل مطلوب منه يبقى في كل حاجة هما الاتنين زي بعض؟ هو غني هي غنية، هي معاها بكالوريوس طب هو كمان لازم بكالوريوس طب، هي مثلا جميله لازم هو يبقى جميل، هي عينيها خضره لازم يكون عينيها خضره، يعني هي شعرها اصفر لازم هو، يعني هل ده المكتوب؟ ما هو ده اللي عايزين نعرفه الليله دي. لان ناس كتيره جدا وقعت ما بين افراط وما بين تفريط، ما بين لا 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 احنا ما تفرقش معانا يا جماعه اي حاجه اهو، يعني ايه زي ما بيقولوا ظل راجل ولا ظل حيطه، يعني فاهم ازاي؟ لا بس في مشكله، ما هو لما حضرتك تتجوز الاخ ده تمام، فممكن بعد كده ما يحصلش توافق، ممكن بعد كده تبقى في مشاكل فيحصل عياذا بالله فراق. طب ليه؟ ما بالاول كده نشوف ايه المناسب لينا عشان لما نتجوز يبقى نتجوز صح. الناس بيقولوا في امور الدنيا لما تروح تشتري عربيه لازم تنشن صح علشان تعرف تعيش صح، ولما تعوز تبني بيت لازم تختار موقع ممتاز بيطل على ثلاث مواسم، يا حبذا لو كان على النيل او على البحر، يا سلام حاجه جميله جدا، واخد بالك؟ ولازم تكون الاساسات 100% وتختار مهندس صح وتختار عمال صح وتظبط دنيتك عشان تعرف تعيش يعني صح الصح زي ما بيقولوا يعني. فمن باب اولى بقى ده زواج. يعني انت لو عايش في قصر جميل جدا جدا معمول كله بالرخام ومعمول بحاجات يعني جميله جدا واغلى انواع يعني التحف وعايش مع زوجه تعباك، انت مش هتكون سعيد في القصر ده. نفس الحكايه لو هي عايشه برضه في قصر جميل جدا وعايشه مع زوج تعبها، هي مش هتكون سعيده. فعشان كده بقول لازم نشوف من الاول موضوع الكفاءه، مين يصلح لمين ومين يستحق مين. فعشان كده تعالوا نبدا موضوع الكفاءه في الزواج بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. جمهور اهل العلم بيقولوا ايه المطلوب في الكفاءه؟ قالوا مطلوب حاجات كتير جدا، مطلوب كفاءه في الصلاح والاستقامه وفي الحاله الماديه، ومطلوب في النسب وفي الحريه وفي الحرفه وفي المال وفي كل حاجه لازم يكون في كفاءه. يعني بالبلدي كده نقول التوتال المجمل بتاع الرجل ده يصلح تماما لهذه ايه الفتاه، الرجل ده يصلح ويستحق ان يتجوزها. وفي المجمل واحد تاني لا ما يصلحش بالمره من الالف للياء، معلش بكل المقاييس ما ينفعش يتجوز دي، واخد بالك؟ مع انه لو جوزها مش حرام لكن مش هيعرفوا يستمروا، الحياه مش هتستمر. خلينا واقعيين يا جماعه عشان كده انا ما زلت على الحياه، انا لسه مش هقول ايه المطلوب في الكفاءه. هل مطلوب كفاءه فقط في الدين بس ولا مطلوب في الدين وفي الدنيا برضو الاثنين عشان برضو نبقى يعني ايه يعني نبقى عايشين دنيتنا واخرتنا صح؟ فعايز اقول انا ما زلت على الحياد، وفي الاخر خالص في اخر الدرس بعد ساعه ونص هقول لكم رايي. لكن دلوقتي انا مش هقول حاجه خالص، انا ما زلت هعرض اقوال اهل العلم فقط، وفي النهايه اقول لك حضرتك رايي ايه في هذه المساله، برجح انهي مساله. طيب لكن ذهب ابن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من علماء الامه من السلف ومن الخلف الى ان الكفاءه المطلوبه هي الكفاءه في الدين والخلق وبس. خد بالك، يعني معنى كلامهم يجوز للرجل الفقير جدا ان يتجوز واحده غنيه جدا، والرجل اللي معهوش شهاده خالص يتجوز واحده دكتوراه واخده دكتوراه، ويجوز للرجل اللي عنده حرفه بسيطه قوي يتجوز واحده صاحبه منصب كبير جدا، فاهم ازاي؟ وهكذا. لكن قالوا لو كان الزوج بقى غير مستقيم مش متدين لا يصلح ولا يكون كفءا لاي امراه مؤمنه. ما زلنا لسه عمالين ايه بنحط نقاط كده، ولسه في النهايه هنقول الصوره المجمله وايه الراي الراجح في هذه المساله. يبقى عندنا كام فريق حبايبي؟ عندنا فريقين. فريق بيقول يا جماعه الدنيا دي من فاته، فاحنا مش عايزين كفاءه غير في الدين وبس، يعني واحد متدين
متدين، حتى لو ما حلتوش اي حاجه، لو ما معوش اي شهاده، لو مالوش اسره ولا مكانه اجتماعيه ولا عنده فلوس ولا عنده وظيفه ولا اي حاجه، المهم ان يكون متدين وبيصلي والحمد لله وزي الفل وكده، خلاص نجوزه. وناس تانية بيقولوا لا، ده لابد مع الدين، وطبعا الاثنين اتفقوا انه يكون متدين، يعني مش هنجيب واحد كده يعني ما فيش خالص لا دين ولا خلق وهنقول يلا نجوزه، ده ما ينفعش بالمره. لا، الاثنين متفقين على ان الدين هو الاساس، لكن جمهور اهل العلم بيقول مع الدين عايزين برضه يكون فيه تقارب في الناحيه الماديه، يعني مش شرط مثلا لو هي مثلا معاها 50 مليون جنيه يبقى هو كمان عنده 50 مليون، والا لو معاها 49 مليون ما يصحش للزواج، لا، انما المقصود يكون ماديا الحمد لله يعني دافيان مريش، مش بتاع فراخ، يعني اقصد يعني ايه، يعني ما شاء الله معاه فلوس، واخد بال حضرتك. من الناحيه الثانيه في الناحيه الاجتماعيه، هي ابوها وزير، مش لازم هو كمان يكون ابوه وزير، فبس لكن مثلا لما يكون ابوه مثلا مدير عام، ناظر مدرسه، يعني ايه برضه ليه مكانه اجتماعيه، فقالوا ينفع، انما يعني ما يبقاش بعيده قوي، يعني عشان ايه الامور تمشي، وعشان الاسر لما تستقبل بعض يقدروا ان هم يتعاملوا مع بعض معامله ما شاء الله راقيه، يقدروا يتكلموا مع بعض، يبقى في فكر وهم بيتكلموا مع بعض، في ما شاء الله الاثنين كلامهم مع بعض على موجه واحده. ما ينفعش ابقى راجل عمال بيتكلم في مواضيع عالميه وفكر عالمي وما شاء الله، والتاني عمال بيقول له يعني حضرتك هي الطماطم النهارده بكام، يعني فايه، فما ينفعش، مش هيبقى في اي توافق في الموضوع خالص، فلازم يبقى في توافق وفي يعني عقليه مقاربه لبعضها. طيب، اللي قالوا ان الكفاءه في الدين بس استدلوا بايه؟ استدلوا بايات المولى عز وجل يقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. فالامام القرطبي رحمه الله رحمه واسعه بيقول لك الايه ديت نص في ان الكفاءه لا تعتبر في الحسب والنسب بس، لا بتعتبر في الدين، وذلك ان سبحان الله في عهد النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم موالي، ناس موالي، يعني كان عبد واعتق فبيسمى مولى، المولى تزوج من حرائر قريش، يعني زيد بن حارثة كان مولى من الموالي، وتزوج زينب بنت جحش، يعني بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الوضيئة التي يتمناها كل حسيب ونسيب في قريش. كذلك أيضا سالم مولى أبو حذيفة تزوج من فاطمة بنت الوليد بن عتبة، كذلك المقداد بن الأسود تزوج من ضباعة بنت الزبير، كذلك سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه ورضاه تزوج من أخت عبد الرحمن ابن عوف، وموسى عليه السلام لما ذهب إلى الرجل الصالح من أهل مدين زوجه ابنته، رغم أن سيدنا موسى في الوقت ده كان إيه يا جماعة، كان فقير جدا، مطارد، معوش أي حاجة بالمرة عليه السلام، خائف جدا، وحيد، جائع، عريان، أنكحه ابنته لما تحقق من ديانته. قالت يا أبت استأجر، ركز معايا بقى، إن خير من استأجرت إيه، ركز معايا، ما قالتش إيه الغني العظيم صاحب المنصب والجاه، قالت ايه ان خير من استأجرت القوي الامين. الله اكبر، قوي وامين. قال لها وما ادراك بقوتي، قالت له حمل حجرا لا يستطيع ان يحمله الا 10 من الرجال الاقوياء. طب وامنته؟ قال لا، قالت له لما جيت ادله على البيت عشان يجي لك، قال لي لا ما تمشيش قدامي، امشي ورايا حتى لا تأتي الريح فتكشف ثوبك فأرى ما لا يحل لي، واحذفي لي بحصاء، عايز أنا أمشي يمين احذفي لي حصايا في اليمين، أمشي شمال حصايا الناحية الثانية، أمشي قدامي ارميها لي من فوق، إنما ما تمشيش قدامي عشان ما يجوزش لي أن أنا أبص على حاجة لا تحل لي. فلما علم الرجل ديانة سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى في الوقت ده لم يكن قد أرسل، لسه ما بقاش رسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرجل لما لقى هذه الديانة والخوف والمراقبة والخشية والأخلاق دي كلها، قال بس خلاص، هي بتقول يا أبا تستأجر، فهو رد عليه ليه؟ قال إني أريد أن أنكحك، مش ديت، لا، لأنه ممكن ما يكونش عايز دي، ممكن يكون عايز التانية، قال اللي زي ده عريس ما يتفتش، ما يتسابش أبدا، شوف قد إيه؟ فعشان كده أوسع له المجال للاختيار، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طب ده جاي جائع ووحيد وعريان، مش عريان، أنا مش لابس لبس، يعني لبس مقطع، واخد بالك، والنعل اللي في رجله خلاص داب، فقال له إيه؟ على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. الله أكبر، بيقول له كل اللي هتعمله إن أنت ترعى الغنم عندي وتشتغل عندي 8 سنين، وهو دوت مهر بنتي، لأنه عارف إنه معوش مهر، ولكن عايز يجوزه، لأنه مش ممكن يسيب واحد زي سيدنا موسى عليه السلام.
خدت بالك المسألة عاملة ازاي يا جماعة؟ فعلى طول سيدنا موسى هو بيقوله فإن أتممت عشرا فمن عندك، لو حبيت تكملهم عشر سنين يبقى جزاك الله خيرا، ده كرم أخلاق منك. وطبعا لازم يكون سيدنا موسى على أعلى درجة من كرم الأخلاق، ده رسول من أولي العزم الخمسة عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم، صلى عليهم صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا. فشاف الموضوع ان هم قالوا لا، الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين. والدليل على كده كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء الجميلة بمنى ايام في اوسط ايام التشريق لما قال يا ايها الناس ان ربكم واحد، والحديث رواه احمد بسند صحيح، ان ربكم واحد وان اباكم واحد، الا لا فضل العربي على اعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. هو ده مصداق قول المولى عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وده بيفكرنا بالموقف الجميل اللي رواه الإمام ابن الجوزي في زاد المسير لما ذكر دخول النبي في مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمر سيدنا بلال أنه يطلع فوق الكعبة ويؤذن، فقام سيدنا بلال الله أكبر الله أكبر فوق الكعبة، وإذا برجل اسمه عتاب بن أسيد بيقول أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة. وفي الحديث أو رواية تانية بيقول عتاب بن أسيد إيه؟ بيقول الحمد لله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا اليوم. يعني بيقول أبويا لو كان عايش لحد ما يشوف بلال فوق الكعبة بيؤذن ده كان جاله شلل الأطفال، يعني ده كان مات فيها. فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الله أكبر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث رواه البخاري جميل جدا لما أوقف وسط الصحابة فمعد رجل غني جدا وصاحب شارة كده جميلة وراكب فرس حلو، فقال ما تقولون في هذا؟ عارف حضرتك مثلا لو كنت واقف كده في وسط تلاميذك لو انت رجل داعيه وبعدين واحد معدي راكب عربيه شبح بتقول لهم ايه رايكم في الراجل ده؟ فالصحابه عملوا كده قالوا حري ان تكلم ان يسمع وان نكح ان ينكح، لو عايز يتجوز كل الابواب تفتح له، خد بالك، وان تكلم ان يسمع وان شفع ان يشفع. سكت النبي ولم يعلق، وشويتين لحد راجل فقير وبسيط جميل، يا رب احشرنا في زمرة المساكين يا رب العالمين. ده حبيبنا اللي كان بيدعي بالدعوة دي الجميلة دي يقول اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يا سلام لما تكون متواضع كده وتذل نفسك وتنكسر لله سبحانه وتعالى، ربنا يرزقني وإياكم لذة الذل والانكسار بين يدي الله يا رب العالمين، لذة عظيمة جدا. شوف هتدخل على الله سبحانه وتعالى من أبواب كثيرة، هتلاقي زحام شديد جدا، من باب الصلاة مليارات، من باب الزكاة مليارات، من باب الحج ملايين، ما شاء الله. تيجي تخش على الله أو تدخل على الله من باب الذل والانكسار هتلاقي ناس قلة قليلة. يا رب يا رب اجعل جمهور ليلة في بيت النبي من النوع ده، ان ربنا يكرمنا نخش كده الجنة من باب الذل والانكسار. ربنا يا رب يرزقنا اياكم لذة الذل والانكسار. فالشاهد عدى رجل بسيط كده وفقير، فأول ما عدى فالنبي قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حريم ان تكلم الا يستمع الي، لو اتكلم محدش هيسمعه، وان نكح الا ينكح، ده مين يجوزه يعني؟ ده غلبان يعني ما حلتوش حاجه، وان شفع الا يشفع. يقوم النبي بقى يصلح لهم بقى ايه المقاييس والمعايير. ده ميزان البشر، تعالوا شوفوا بقى ميزان رب البشر. قال لهذا الرجل الفقير البسيط دوت، لهذا خير من ملء الارض من مثل هذا. يا سلام، المساله لا بالغنى ولا بالجاه ولا بالصيت، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. المساله خلاص اتحسمت بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا يجوز للفقير انه يجوز غنيه؟ يجوز. ايه الحرام في كده؟ يجوز لواحد صاحب منصب بسيط يجوز واحدة صاحبة منصب كبير؟ يجوز. يجوز لواحد من عيلة بسيطة على قدها يجوز واحدة من عيلة كبيرة؟ يجوز. لكن ممكن تحصل مشاكل؟ ممكن، واخد بال حضرتك، ممكن تحصل مشاكل كبيرة وممكن تحصل مشاكل كبيرة قوي. يعني الجوازة دي فيها كده مشكلة؟ فيها مشكلة. من جهة الحق نقول ان يجوز يحصل الجوازة دي، يجوز يا جماعة، ما فيش حاجة لا عيب ولا حرام، بشرط ان يكون اهل الزوجة موافقين والزوجة تكون موافقة وراضية وما فيش مشكلة خالص. لكن في ضوابط معينة عايزين نقولها بس في الآخر. لكن عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن الجوازة اللي زي ديت يعني محفوفة بمخاطر، إن الزوجة ممكن في لحظة درفزة كده تطلع زربونة هندي كده وتقول له أنت كنت تحلم إنك تتجوز واحدة زي، فيحصل مشكلة، فالراجل ممكن يتأذى وممكن يحصل فراق. يا ربنا يا رب يحفظ جميع بيوت المسلمين. تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده بتاع الكفاءة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا نسعد بنور النبي الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. ربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما يا رب العالمين. تعالوا نشوف رأي اللي بيقولوا يعني الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين وبس، ما دام عنده دين وعنده خلق خلاص على بركة الله، يلا نتمم العقد ويلا نتمم الزواج. وبعدين احنا قلنا ده رأي مين؟ ده رأي عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعدد كبير جدا من الأئمة الكبار. لكن عايز أقول حاجة، ان احنا قلنا يا جماعه ان الجواز لو ما كانش فيه، احنا لسه ما قلناش راينا في المساله، يعني لو الجواز لو ما كانش فيه تكافؤ في بعض الامور الدنيويه بعد الامور الدينيه ممكن يحصل مشاكل، وهنقول المساله بتيجي ازاي. لكن عايز اقول ان بعض الائمه قالوا لا، الكفاءه في الدين والخلق كفايه والحمد لله رب العالمين، ونأسس بيت مسلم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كفايه علينا وربنا يبارك. وندي مثالين ببساطة كده، لما سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه كما اورد ذلك الامام الذهبي في سير أعلام النبلاء والإمام ابن كثير في البداية والنهاية يعني وغيرهم من الأئمة، إن سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان عبد الملك بن مروان اللي هو أمير المؤمنين في الوقت دوت، كان عرض عليه إنه يجوز بنته يجوزها من مين؟ يجوزها من ابنه اللي هو مين؟ اللي هو الوليد بن عبد الملك اللي هو بعد كده أصلا هيبقى أمير المؤمنين. فأي شرف أعظم من هذا؟ راجل بيحكم 26 دولة وبيقول لحضرتك أنا عايز بنتك لابني، ورغم ذلك سعيد بن مسيب رفض. واستغرب عبد الملك بن مروان لدرجة أن المسألة تطورت قوي، وبعت من يعني يتوسط ما بينهم ورفض برضه، وخدوا عنده وجلدوا 100 جلدة، بس بسبب موضوع تاني خالص الموضوع يطول يعني، لكن يعني تلكيك زي ما بيقولوا يعني، جلدوا 100 جلدة ورفض برضه. وجوزها لمين يا جماعة؟ جوزها لطالب علم فقير جدا جدا كان بيحضر الحلقة بتاعته، اسمه كثير بن أبي وداعة. كثير بن أبي وداعة رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام غاب 4-5 أيام عن مجلس شيخه وأستاذه اللي هو سعيد بن المسيب، فقابله سعيد بن المسيب، أين كنت يا كثير؟ قال ماتت زوجتي فكنت أدفنها، يعني وكان يوم كده حزين عليها. فسعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة قال له يعني هل استحدثت زوجا غيرها؟ جوزت واحدة تانية؟ قال من يزوجني يا أبا محمد؟ أبو محمد دي كنية سعيد بن المسيب. قال من يزوجني يا أبا محمد وأنا لا أمتلك من الدنيا سوى درهمين أو ثلاثة؟ فقال سعيد بن المسيب ألا إن فعلت أنا تفعل يا كثير؟ قال أو تفعل يا أبا محمد، أنت ممكن تجوزني بنتك على درهمين، وعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين طلب منك أنك تجوزها لابنه الوليد بن عبد الملك ورفضت. قال أفعل. فقام سعيد بن المسيب وقال أحمد الله وأستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فقد زوجتك إياها على درهمين. طبعا كثير بن أبي وداعة من شدة الفرح بيقول فانطلقت وإيه وأقدامي تسابق الرياح. وفي اليوم دوت كان كثير كان صائما، راح البيت يا جماعة، وأول ما دخل البيت سمع أذان المغرب فأراد أن يعجل بالإفطار بسرعة كده، حاجة خفيفة كده على مقصهم زي ما بيقولوا، عشان دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل بالإفطار وتأخير السحور. فالمهم كان الإفطار بتاعه يا جماعة كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن خبز وزيت. فخد الخبز والزيت يدوب كان لقمة ولقمتين كده، وفجأة سمع الباب بيخبط فقال من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد، أي واحد اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، ليه يا كثير؟ قال فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد، ما بيروحش غير بيته ومسجده. قال ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب، فقلت يا شيخي هل أخبرتني حتى آتيك؟ فقال لا، مثلك أحق أن يؤتى. شوف تواضع العلماء ما شاء الله. قال مثلك أحق أن يؤتى. ثم قال له سعيد بن المسيب يا كثير علمت أنك شاب عزب، أنا عارف أن أنت يعني كنت متجوز وزوجتك ماتت، والإنسان لما يكون متجوز زوجته تموت أو يطلقها لا يستطيع أن يعيش بلا زوجة، فكرهت أن تبيت ليلتك هذه إلا ومعك زوجتك. وراح مطلع بنته كانت مستخبية ورا ظهره وشادد دراعها كده، وراح مدخلها الدار وراح قافل الباب وراح ماشي. ما قالوش يا كثير يعني الحمد لله أنا طلعت كويس جدا معك هوت تمام، وطلعت اب لارج، ومش لارج وبس، ده 3X لارج، يعني انا سيب لك زوجتك ايه والدنيا حلوه وجميله، بس لو سمحت بس امضي على الورقه فاضيه وبعدين نبقى نتفق بعد كده على القايمه والمؤخر والذي منه، يعني واخد بالك؟ ابدا ما عملش حاجه من الكلام ده كله، حط بنته ومشي. يقول كثير فلما اغلق الباب وراتني تلك الفتاه، طبعا زوجته هو ابوها مجوزها، قالت فسقطت من الحياء،
الله يرحمه كان بحلال وزي الفل يعني. سقطت بالحياة اول ما شافت راجل، اول مرة تشوف راجل غير ابوها، فاول ما شافت راجل وراحت ايه اغشي عليها، وده من رحمة ربنا، لان كان كثير من الوضع كان بياكل خبز وزيت، طبعا خبز وزيت ليلة الدخلة، فلما الزوجة تفاجأ ليلة الدخلة فيها خبز وزيت، امال بعد كده هناكل ايه كراتين. فالمهم يعني ايه، فراح على طول مخبي الخبز والزيت وطلع فوق سطح البيت، وراح منادي على واحد جار وقعد ينادي عليه، يا فلان ليه بينادي عليه؟ عايز يقترض منه اي مبلغ. فام كثير بن ابي وداعه كانت موجوده عند ام هذا الشاب في الوقت ده، فراحت طالعه سمعت صوت كثير، قالت ماذا بك يا كثير؟ قالت تزوجت يا امه واردت ان اقترض جزءا من المال. قالت تزوجت يا كثير؟ ما شاء الله، وجهي من وجهك حرام ان قربت منها قبل ثلاث. يعني انت يعني وشي من وشك حرام، بس لا امك ولا اعرفك بالبلدي كده، لو قربت لها قبل ثلاث ايام حتى ازينها واجهزها لك. خدتها وزينتها وزبطتها وما شاء الله، وصنفرة ودوج ووش أول ووش تاني، خلت الزوجة ما شاء الله زي الفل، وراحت دفاها لكثير من أبي وداعة. دخل بها كثير من أبي وداعة يقول فإذا هي من أجمل النساء ومن أتقى النساء ومن أعلم النساء بحق الله وبحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق الزوج. قال فبت معها بأنعم ليلة. فلما أصبح الصباح أردت أن أذهب إلى مجلس أبيها سعيد بن المسيب كي أتعلم العلم. فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قال إلى مجلس أبيك سعيد بن المسيب لكي أتلقى العلم. قالت لا، اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. ما شاء الله، الله أكبر، ده كان آخر إنتاج المصنع، بعدها قفل، ما فيش بقى الصنف ده مش موجود خالص يعني. فالمهم بعد شهر كامل قاعد يتلقى العلم على يد بنت سعيد بن المسيب، راح مجلس أبيها سعيد بن المسيب وكان قاعد في وسط الحلقة بتاعته. فلما انصرف طلاب العلم اقترب كثير من أبي وداعة من سعيد بن المسيب، فسعيد بن المسيب ضحك معه وقال كيف حال هذا الإنسان؟ قلت بخير حال يا أبا محمد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. فدفع إليه سعيد بن المسيب 20,000 درهم وقال استعن بها على عيشك مع ابنتي. الله أكبر، يعني جوزه بدرهمين واداله 20,000 درهم علشان يتجوز، عشان يستعين بها مع في حياته مع ابنته. يا سلام، طبعا كل الشباب اللي قاعدين قدام بيقول يعني يا ربنا ما يرزقنيش بحما جميل بالمنظر ده، صح كده يعني، اهو لسه بيقولها برضه يعني، يعني ما ربنا ما يرزقناش بواحد زي دوت كده، او اربعه ونتجوز بناتهم ونكمل الكتيب، يعني الدنيا تبقى جميله قوي. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعالوا نشوف المثال الثاني بسرعه كده. كان في رجل جميل جدا وطيب وامين جدا اسمه المبارك. اسمه ايه؟ المبارك. الرجل ده كان بيعمل عند رجل صالح اسمه نوح بن مريم. نوح بن مريم ده كان عنده مزارع جميله جدا، فطلب من المبارك انه يروح يتابع المزارع ويطمن عليها ويراعيها ويحرسها يعني. فقعد هناك حوالي 3-4 شهور، وبعد 3-4 شهور نوح بن مريم حب انه يروح يطمن على المزارع بتاعته. فلما راح هناك كان معاه بعض الضيوف، فاول ما وصل نادى على المبارك قال يا مبارك ائتني ببعض العنب الحلو وبعض الرمان الحلو. فراح جايب له عنب لسه طعمه ممرر وبرده رمان برده لسه مستواش. فقال يا مبارك الا تعلم الحلو من الحامض؟ قال يا سيدي ما ارسلتني لاكله، ولكن ارسلتني لاحفظه، انا لا ذقت طعمه ولا اعرف طعمه اصلا. فاستغرب قال له يعني معقوله بقى انت ما اكلتش منه خلال 3-4 شهور؟ يا راجل ده اللي شغال في محل دلوقتي يقول لك يعني عفوا يعني المثل المعروف يقول لك ده طباخ السم لازم يدوقه، يبقى شغال مثلا على فاتريني السندوتشات ياكل النص والتاني يبيعه وياخد بال حضرتك، ويعني واللي بيبيعه يعني ممكن كمان يعني يحط نصه في جيبه يبقى جزاه الله خيرا، يخلي الراجل بعد كده صاحب المحل يبيع هدومه يعني، يعني ايه زي يقولوا كده والله ما قصر يعني. الشاهد في الموضوع قال له يعني ما اكلت منه؟ قال له والله ما ذقت منه شيئا. فحس ان هو ممكن يكون مش صادق، فراح سال الجيران قال لهم اما رايتم هذا العبد المبارك ياكل من البستان؟ قالوا لا والله ما رايناه ياكل شيئا من البستان قط. فعرف ان هو قدام انسان ما شاء الله فعلا امين. فقال يا مبارك اريد ان استشيرك في امر هام في حياتي. قال ما هو يا سيدي؟ قال ابنتي الوحيده، انت تعلم اني لا املك الا بنتا واحده وانا غني وثري وعندي فلوس، وقد تقدم لها فلان وفلان من الأعيان والناس بقى الأفاضل الكبار يعني، فيا ترى لمن أزوجها؟ فقال له المبارك يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون من أجل المال،
وإن النصارى يزوجون من أجل الجمال، وإن العرب يزوجون من أجل الحسب والنسب، وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم يزوجون من أجل الدين والخلق، فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك؟ قال: بل أنا خلف النبي وأصحابي، ولن أزوج ابنتي إلا من رجل على دين وخلق، ووالله ما رأيت أدين ولا أفضل منك يا مبارك، فأنت حر لوجه الله وقد زوجتك ابنتي. فعفى المبارك عن رمانة من البستان، فساق الله إليه البستان وصاحبة البستان فتزوجها، فأنجبت له ابنا مباركا ملأ الدنيا فقها وعلما وزهدا وورعا وتقوى وخشية وخلقا، وهو شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك. جواز حلو قوي قوي لما بيكون فعلا ماشي بشكل كده يرضي ربنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقف بقى وقفة لطيفة. يبقى إذن احنا قلنا يا جماعة احنا قدام فريقين من أهل العلم. فريق بيقول لا، لابد من الكفاءة تكون في الحسب والنسب والدين والخلق والمال والمنصب وكذا وكذا، يعني في كل حاجة علشان يبقى فيه توافق من ناحية الاجتماعية والثقافية والمادية والمكانية والعلمية والدينية. وفريق بيقولوا دول جمهور أهل العلم، ودول عفوا عبد الله بن عمر ومجموعة من أهل العلم، بيقولوا لا، الكفاءة المعتبرة في الدين والخلق وبس، وأي حاجة تانية ممكن نتغاضى عنها، موضوع المال ممكن نتغاضى عنه، موضوع المكانة الاجتماعية نتغاضى عنها. طب تعالوا بقى ننزل على أرض الواقع شوية. عايز أقول يا جماعة، ربنا لما شرع الزواج شرعه لكي يكون في ديمومة، يعني إيه؟ يستمر زواج على التأبيد. ما ينفعش أن أنا أتجوز وإلا بقى زواج متعة، ما ينفعش أن أنا أتجوز لمدة شهر أو جوز لمدة أسبوع، لا، أنا بتجوز عشان تستديم العشرة ما بيني وما بين زوجتي، هنعيش مع بعض العمر كله وربنا يجعلها زوجتي في الجنة. واخد بالك؟ سبحان الله. يعني وده بيفكرني بواحد كانت زوجته كانت يعني منكد عليه على الآخر ومرايا نجوم في عز الظهر. فالمهم كان عمال بيشتكي للناس، فكل ما يشتكي يقولوا له طب ما تطلقها. قال لهم أنا بضحها عشانكم، يعني أنتوا بتتكلموا على إيه؟ ما أنا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها فيدعى علي، فأنا بخليها عندي كده يعني إيه للذكرى الجميلة يعني. فضل بقى طول الليل بقى يصلي ويدعو لحد ما ربنا أكرمه وماتت. فراح عشان يدفنها، فجم معاه بقى زملائه وهم رايحين يدفنوها بقى وكده. فبعد ما دفنها وسوى التراب عليها وقف قوي، وطبعا ايام ما كانت عايشه ما كانش صوته بيطلع خالص، يعني كان شغال سايلنت واخد بالك، او فايبريشن يوم يعني فاهم ازاي. فلما ماتت ففتح صوته على الاخر وقال: اشهد الله انها طالق طالق طالق. فواحد قال له: يعني انت جاي دلوقتي بعد ما ماتت تطلقها؟ ينفع تطلق واحده ميته؟ قال له: ما انا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه، يبقى هناك الدنيا واخره، فقلت ايه اخلص الموضوع من دلوقتي. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع ان الزواج الاصل فيه ايه؟ انه يكون ايه؟ مؤبد، زواج دائم. فلا يصح بحال من الاحوال، او مش عايزين نقول لفظ لا يصح، يعني الافضل ان لما يجي يحصل جواز ما ينفعش يا جماعه ان زوج يتقزز من زوجته، يتأفف يتضايق منها، يكون مش طايقها، يكون مش حاسس ان دي مناسبه ليه. والعكس برضو ما ينفعش تكون الزوجه تقول: معقوله بقى انا يعني اصوم وافطر على بصله، يعني زي ما بيقول المثل المصري واخد بالك. فطبعا تفضل طول عمرها تلوم نفسها على البصله واخد بالك. فشايف الموضوع لا. وكمان في مشكله تانية، ان ممكن الاولاد هم عندهم 4 5 6 سنين يسمعوا الام وهي بتقول للاب: انت مش تحمد ربنا ان انا رضيت ووافقت ان انا اتجوزك؟ هو انت كنت تحلم ان انت تتجوز واحده زيي؟ انت ما انتش عارف نفسك انت مين وانا مين؟ انت نسيت انت كنت ساكن فين وانا كنت ساكنه فين؟ ولا نسيت انا كنت واخده شهاده ايه وانت؟ وتعرف طبعا ايه يعني لما بتحصل الزربونه الهندي ممكن يحصل ايه؟ يعني الشريط كله يتمسح، يعني شريط الاحسان كله يتمسح، ربنا عارفين وعارفين. فالشاهد في الموضوع ان الزواج بدون كفاءه دنيويه هو صحيح، لكن معرض للخطر، في مشكلة، مهدد بالفشل زي ما بيقولوا. وعشان كده فريق من العلماء قالوا لا، اللي هم جمهور أهل العلم قالوا لا، الكفاءة مش دين وخلق بس، الدين والخلق ده الأصل اللي ما اختلفش عليه اتنين، لا جمهور أهل العلم ولا غيرهم من العلماء، الاتنين ما اختلفوش، لازم يكون الزوج عنده دين وخلق، ده حاجة مفروغ منها. لكن خلافهم في حتة هل ممكن أو يعتبر الكفاءة أيضا في المال والمنصب والمكانة الاجتماعية إلى غير ذلك ولا لأ؟ الحقيقة لما نزلنا على أرض الواقع بنقول لابد من مراعاة الأحوال دي يا جماعة.
لان فعلا بتحصل مشاكل. طب تعالوا نشوف بعض الناس بيقولوا على اعتبارات الكفاءة في الزواج في السن مثلا وفي موضوع المال وفي موضوع المنصب الاجتماعي هم بيقولوا ايه والرأي المخالف يقول ايه. يعني على سبيل المثال بعضهم يقول لك طبعا يجوز ان هو يتجوزها تمام ويكون في فرق في السن كبير جدا جدا جدا، ايه المشكلة ان شاء الله حتى يكون فرق 40 سنة. وبعضهم يقول لا لازم يكون فرق بسيط، وبعضهم يقول لا يكون فرق حتى وسط، وبعضهم يقول المسألة متروكة على ايه على الاحوال. الاحوال ازاي؟ يعني اعطيك مثال بسيط خالص، حديث رواه النسائي بإسناد حسن ان سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق راحوا اتقدموا هما الاثنين طبعا في ايام مختلفة، يعني كل واحد فيهم طلب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رفض قال لهم انها صغيرة، فلما خطبها علي بن ابي طالب وافق النبي وزوجها من علي لان السن متقارب. خد بالك في حين بقى في المقابل، في المقابل الله، طب ما النبي اتجوز امنا عائشة وكان الفرق ما بينهم على الاقل 45 سنة واضح، وقبل كده اتجوز امنا خديجة وكانت هي اكبر منه ب 15 سنة. يبقى اذا القاعدة هنا ايه؟ هي الراحة النفسية، وإذا كان في إمكانية للزوج إنه يتجوز واحدة في سن معين وهيقدر يراعيها ويديها حقها ويعيش معها حياة ترضي ربنا فلا بأس، فلا بأس. فبعضهم بيقول لا لازم يكون الفرق بسيط جدا، 3 سنين 5 سنين 10 سنين بالكتير، وبعضهم بيقول لا المسألة خاضعة لارتياح البنت أو الزوجة وارتياح الشاب اللي هيتجوز. ممكن يكون الفرق ما بينهم 20 سنة 30 سنة وهو بيستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى يديها كل حقها ومعايشها أجمل حياة ومخليها سعيدة جدا جدا، وممكن تجوز واحد قدها أو أصغر منها أو أكبر منها سنتين ويعذبها ويوريها النجوم في عز الظهر. يبقى المسألة خاضعة ليه؟ لمدى الارتياح. الأرواح وجنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. واحنا عارفين سيدنا عمر بن الخطاب تزوج ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب وكانت صغيره جدا 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 تكاد تكون من سن احفاده مش اولاده كمان. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ طيب بعض الناس بيقولوا برضو بالنسبه بقى مش موضوع السن بقى، يبقى اذا موضوع السن احنا اتفقنا ان الاصل بيقولوا ان يكون السن متقارب، لكن المساله برضو مفتوحه على ايه؟ بناء على الارتياح وبناء على قدره الزوج. في زوج ما شاء الله يبقى عنده مثلا 50 سنة وصحته زي شاب عنده 30 سنة، وفي واحد عنده 30 سنة وتقدر يعني تقول الله يرحمه، واخد بالك يعني تحس ان هو خلاص يعني ايه متهالك ضايع خالص صحيا وبدنيا وعقليا وماديا وكل حاجة. اذا المسألة بتتوقف على الشخص نفسه، ممكن تقبل هذه المسألة لو كان سن حتى لو كان كبير، ولكن في توافق روحي وجسدي ومادي بين الزوج وبين الزوج. طيب بعض الناس بيقولوا لازم يكون في كفاءة مادية، ايه الدليل على كده؟ قالوا حديث صحيح رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله خطبني معاوية ابن ابي سفيان وخطبني ابو جهم، واحد اسمه ابو جهم والتاني معاوية ابن ابي سفيان، اتجوز مين يا رسول الله؟ النبي قال لها لا ده ولا ده. خدوا بالكم بقى، وده الكلام ده مفيش حاجة، لان من ضمن المباحات في ذكر الانسان بمثل هذه المسائل مباحات ان احنا نذكره عند سؤال الناس عن الزواج. فلان بيسألني اجوز بنتي من فلان؟ فاقول له لا. ليه؟ انا اعرف انه بيشرب خمر، بس مش لازم اقول له ده بيشرب خمر وبيعمل كذا وبيسوي كذا، لا اذكر له علة واحدة، علة واحدة تمنع الزواج خلاص، لا داعي ان انا اخوض اكتر من كده. شاهد في موضوع النبي عليه السلام قال لها اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، دي ليها معنيين، لا يضع عصاه عن عاتقه معناها انه كثير السفر، والمعنى الثاني ان هو كثير الضرب للنساء. لا يضع عصاه عن عاتقه يعني ايه؟ يعني اما ان هو على طول مسافر فهيسيبك قاعده في البيت لوحدك، واما ان هو لا يضع عصاه عن عاتقه ان هو بيضرب النساء كثيرا، وفي الحالتين اسوأ من بعض، يا اما يسيبك لوحدك يا اما يضربك. واما معاويه لفظ الحديث واما معاويه فصعلوك لا مال له، ما عندوش فلوس. ثم قال لها انكحي اسامه بن زيد، فوافقت على زواجها من اسامه بن زيد وسعدت معه سعاده عظيمه. يبقى اذا هنا بيقولوا لابد من الكفاءه في المال، والدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم واما معاويه فصعلوك لا مال له. وصعلوك دي مش شتيمه على فكره، ده لفظ لغه عربيه يعني قصده ايه؟ مفلس يعني ما حلتوش حاجه، تمام كده؟ طيب
لكن بعض أهل العلم برضو عشان ما انتهش يقولوا لا يا عم ما فيش أي دليل على موضوع الكفاءة في المال، والدليل على كده قول المولى عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. تأمل بقى مع الآية بيقول إيه، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أنت زعلان من إيه؟ إن هو فقير أكيد ربنا هيغنيه من فضله سبحانه وتعالى، ده راجل بيلتمس النكاح والزواج والعفاف. والدليل على كده أيضا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن قال ثلاث أو ثلاثة حق على الله عونهم، أول واحد المجاهد في سبيل الله، ثاني واحد المكاتب اللي هو إيه اللي هو عبد وعايز يعني يعتق فبيكاتب سيده على إن هو يجمع له مبلغ من المال ويعتق فربنا بيعينه، والثالث والناكح الذي يريد العفاف. والمكاتب ايضا بتطلق على لفظ الرجل اللي هو ايه اللي هو مديون عليه ديون كتيره وعايز يقدم عليه، يبقى المكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف. حق على الله عونهم، العون فوق الرزق، يعني الرزق ثابت اهو وفي معونه تانية من عند المولى عز وجل حتى يعاني العبد على الزواج وعلى النكاح بفضل. لو اسالوا بقى الشباب اللي اتجوزوا اللي كان ما حلتوش حاجه، اعرف شباب كان يقول لي والله العظيم ما كان حلت ولا مليم، هم 200 جنيه رحت لبستها الخاتم تمام، وبعد كده بفضل بمجرد ما عقدت ولبستها الخاتم بفضل الله سبحانه وتعالى خلال 6 شهور كنت جايب الشقه والعفش ومتجوز ومتظبط والدنيا زي الفل بفضل الله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأهل العلم بيقولوا المال ظل زائل، يعني لا يستمر، يعني ممكن هي تتجوز هو غني جدا ما شاء الله ملياردير وضربة زي الضربة الاقتصادية ولا بتاعة البورصة دي تلاقي راجل على الحديدة ويمكن يبقى الحديدة كمان مش هيبقى حلته حاجة خلاص. يبقى أنت جوزت بنتك من واحد مليونير وفجأة بقى ولا حاجة ما حلتوش حاجة. ممكن تجوزها واحد مدير عام او رجل وزير وتاني يوم يكون طلع المعاش او يعني اترفد اي حاجه يحصل، واخد بالك؟ يبقى في المساله ما لهاش علاقه قوي بالمكانه الاجتماعيه والماديه، لكن برضه لسه مش هنقول راينا غير في الاخر. الشاهد في الموضوع ان كمان المعسر كما قال اهل العلم كفء لاي انسان غني، ايه المشكله؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم وحديث رواه البخاري مش جات له امراه وهبت نفسها للنبي؟ قالت له يا رسول الله أنا وهبت نفسي لك أو إني وهبت نفسي لك، فلم يرد عليها النبي. فقام رجل من الصحابة قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تجوزها جوزها أنا. فقال أمعك شيء أن تصدق إياه؟ قال ليس معها إلا إزاري. طب ده الموضوع بقى ده قصة جميلة أوي، أقول لكم نكمل القصة بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل أخوي وحبيبي، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما إن شاء الله. أنا في انتظار اتصالاتكم بعد الفاصل الجاي إن شاء الله لمدة نص ساعة كاملة إن شاء الله، نعيش مع بعض ونعيش في ياريت في نفس الموضوع، موضوع الكفاءة وموضوع الزواج والعقد. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على الخير إن شاء الله. وتعالوا نكمل بقى. فقالوا لا، ده لابد من الكفاءة في المال، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصالوكم لا مال له. الثاني قالوا أبدا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فأنت جاي تقول لي كفاءة مال ومال إيه؟ ده المال ده ولا يسوى أي حاجة. وبعدين المال ده رايح جاي، النهاردة غني بكرة فقير، بعد بكرة غني مرة تانية، وهكذا. والدنيا أحوالها بتتقلب، ويعني كل يوم هو في شأن، يعني سبحان الله. والدليل على كده المرأة التي جاءت وهبت نفسها للنبي، قام الصحابة قال له: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: أمعك شيء أن تصدق إياه؟ قال: معي إزاري. قال: لو أعطيتها إزارك جلست، لا إزار لك، هتقعد عريان. فالتمس شيئا آخر فذهب فلم يجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد خاتما من حديد. قال: والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو حس أن الشاب ده عايز يتجوز، فقال لهم: أمعك شيء من القرآن؟ قال: أجل. قال: معي سورة كذا وكذا من صور يسميها. ده ما كانش خاتم قرآن، وإلا كان عدله 114 سورة. فقال له: معي سورة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية قال: قد زوجتكها على أن تحفظها ما معك من القرآن. وهكذا يسر له النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، وزوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب على درع مكسورة. درع مكسورة، إذا المسألة ما لهاش علاقة بالمال. وزوجة عبد الله بن مسعود كما عند البخاري، اللي هي زينب زوجة عبد الله بن مسعود، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتت النبي في إنها ممكن، هل ممكن إنها تعطي زكاة مالها لعبد الله بن مسعود؟ هي غنية جدا وعبد الله بن مسعود كان فقير جدا. فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها. خدوا بالكم العكس بقى ما يصلحش، ما يصلحش اللي هو إيه؟ إنه ما يجوز الزوج يطلع زكاة ماله لزوجته، لأنه مسؤول عن النفقة عليها شرعا. فلا يجوز إن أنت تطلع زكاة مالك لا للأصول ولا للفروع ولا للزوجة، يعني ما تزكيش على الأم والأب والجد والجدة، ولا تزكي على أولادك وأحفادك، ولا تزكي على زوجتك، لأن دي أصول وفروع أنت مسؤول أصلا أنت تنفق عليها. إنما يجوز أن أنت تطلع لأي حد تاني، خد بالك. طبعا مش موضوعنا. طيب فريق تاني من أهل العلم قال لابد من الكفاءة يا جماعة في النسب. يا جماعة لازم تكون العيلة ديت زي العيلة ديت، العيلة ديت كلها وزراء وناس سفراء، برضو العيلة دي لازم تكون كده. وقالوا إيه؟ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. قالوا النبي عليه الصلاة قال وحسبها، لكن هم ما خدوش بالهم من حاجة، إن النبي لما ذكر الحديث ده ذكروا، والحديث خرج مخرج الايه، مخرج الخبر. يعني ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، في الغالب الناس لما بتعوز تاكل يا اما بتغمس، تعمل اكل مغمس كده، يا اما بياكل حاجه بالرز، يا اما بياكلوا سندوتشات، يا اما بياكلوا ده مخرج الخبر، فاخد بالك. لكن مش معناه ان انا بقول لك لازم تغمس ولازم تاكل رز ولازم تاكل سندوتشات ولازم تاكل سلطه ولازم تحلي ولازم تشرب عصير، انا ما قلتلكش كده. فالنبي بيقول في الغالب الناس لما بتعوز تتجوز بيختاروا حاجه من الاربعه ديت، يا حسب ونسب، يا اما جمال، يا اما مال، يا اما دين. فانا بنصحك وبقول لك فاظفر بذات الدين تربت يداك، واخد بالك. فاللي قالوا بقى ان مفيش اي اعتبار لموضوع النسب، قالوا حاجه تانية. قالوا طب يا جماعه ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني فقير ومن عيله بسيطه وهيتجوز ربنا هيغنيه ويعلي قدره، وان كانت عيلته بسيطه ابوه راجل عامل بسيط، هو ممكن في يوم من الايام يبقى رجل صاحب منصب كبير، ممكن يبقى وكيل وزاره ولا وزير ولا رئيس ولا ولا ولا. وياما ناس كتيره جدا من اصحاب المناصب العاليه جدا بداوا بدايه بسيطه جدا وابسط من البساطه، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني وسع عليهم. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وهو هاشمي
صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من عثمان بن عفان وهو قرشي، وزوج النبي زينب بنت جحش بزيد بن حارثة وهو مولى من الموالي، وزوج النبي أسامة بن زيد من فاطمة بنت قيس وهي قرشية، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود وهو مولى من الموالي من ضباعة بنت الزبير وهي هاشمية، وتزوج سالم مولى أبي حذيفة من هند بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة. يبقى إذن حسب النسب قالوا لا ما مش مشكلة يعني. طيب سؤال بقى، احنا عمين بنتكلم عن الكفاءة في الزواج، ايه المقصود بالكفاءة؟ هل كفاءة الزوج ولا الزوجة؟ سؤال محير يعني، هل الزوجة لازم تكون كفء للزوج ولا الزوج هو اللي لازم يكون كفء للزوجة؟ الإجابة الصحيحة الزوج هو اللي لازم يكون كفء للزوجة. لا يشترط لو الزوج غني، لا يشترط ان الزوجة تبقى غنية، هو بيبقى غني وياخدها الفقيرة ويرفعها المستوى، هي هو بيبقى من عيلة عالية جدا وهي من عيلة بسيطة وياخدها ويرفعها المستوى، لكن هي البنت الزوجة نفسها ما ينفعش تكون في مستوى عالي قوي وينزلها هو لمستواه، لأن مش هتقدر تتحمل، المرأة بطبعها ضعيفة لا تتحمل أن هي تستغنى عن مستواها المادي أو الأدبي أو العلمي أو مستواها الاجتماعي. المسألة بتبقى صعبة جدا للمرأة، إنما بالنسبة للرجل المسألة بتبقى سهلة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن اللي بيشترط فيه الكفاءة هو الرجل وليست المرأة، والدليل على ذلك حديث رواه البخاري إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لهم أجران ياخذوا الأجر مرتين. أول واحد رجل من أهل الكتاب، ودي رسالة لأهل الكتاب ربنا يكرمهم ويفتح عليهم ويؤمنوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه يبقى برضو ليه أجرين، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. يبقى هي كانت أمة عنده، كانت أمة زي عبد عنده يعني، فمزاي فعلمها وأدبها وأعتقها وتجوزها فليه أجرين، ليه أجرين بالنسبة لهذه المرأة. تاني حاجة إن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد في الدنيا دي يكافئ قدر النبي أبدا، إنما السلام قدره فوق قدر البشر أجمعين صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تزوج من أحياء العرب وتزوج من صفية بنت حيي وهي كانت يهودية فأسلمت، واخد بالك؟ إذن فالحاصل أن الرجل إذا تزوج امرأة ليست كفءا له فلا غبار عليه لأن القوامة بيد الرجل. الوقفة الثانية إيه هي؟ هل القوامة بتعتبر عند العقد نفسه ولا كمان بعد الزواج؟ فالإجابة عند العقد نفسه، بمعنى أن لو واحد قال أنا عايز واحد زوج كفء البنتي، أنا رجل صاحب منصب وغني فعايز العريس اللي جيني يكون برضه صاحب منصب وغني، وفعلا جاني عريس صاحب منصب وغني وعقدنا العقد صحيح، العقد صحيح، وأنا طلبت القوامة وقلت عايز عفوا يعني طلبت التكافؤ ولقيته فعلا كفء البنتي والحمد لله المسألة مشيت، وبعد ما اتجوزها بشهرين افتقر واترفد من منصبه وعيلته بقت يعني على قدها، هل ده يؤثر في الزواج؟ لا يؤثر أبدا خالص بالمرة. يبقى أجوزها بنته وجوزه بنته وكان غني وكان صاحب منصب وفقت كل ده في لحظة، يبقى ما فيش أي مشكلة. طيب الرأي الراجح بقى في النهاية، نوصل بقى للمجمل بتاع كله، احنا اتكلمنا عن كفاءة في السن، واتكلمنا عن الكفاءة في النسب، واتكلمنا عن الكفاءة في المكانة الاجتماعية، واتكلمنا عن الكفاءة المادية. انت بقى بترجح ايه؟ انا برجح والله اعلم سبحانه وتعالى ان يا جماعة احنا متفقين في البداية ان الاساس اللي هنبني عليه الزواج، احنا اتكلمنا النهارده عن التكافؤ ده علشان نبدأ العقد صح، عشان بنتنا تختار صح، وعشان احنا كمان نختار لبنتنا صح، خدوا بالكم وركزوا. فاحنا قلنا اتفاق متفق عليه ان انا لما انقي بنتي لازم انقي بداية شاب متدين وخلوق، انسان عنده دين وعنده خلق، بختار البنت عشان تعيش مع اسعد حياة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اتفقنا في البداية ان الكفاءة الاساسية التي لا يختلف عليها اثنان ابدا، ما فيش حد يختلف على ان الكفاءة لابد يكون في الدين والخلق، لكن برضو تعالوا ننزل لارض الواقع،
لما واحد فقير جدا يا جماعة بيتجوز واحدة غنية جدا، صدقوني انا ما بقولش انه حرام والعقد صحيح ما دام هي راضية واهلها راضيين، لكن بقول لو هي مليونيرة هو مسكين ماهيته 200-300 جنيه 400 جنيه وهي مليارديرة واتجوزها، صدقوني والله بتحصل مشاكل مع اول خصام وخلاف. تقول له انت مش عارف انا مين وانت مين، انت مش تحمد ربنا ان واحدة زيي وافقت على واحد زيك، انت عارف انا انتشلتك من ايه، انت تعرفش انا جبتك منين، انت من غيري كنت تسوى ايه. يعني المسكين لو حب ان هو يجيب لها هدية، هو مرتبه 300-400 جنيه، لو جاب لها هدية بال 400 جنيه كلهم بتاخدها كده منه وتقول له شكرا، لان هي اصلا عندها حاجات ب 400,000 جنيه هدايا شايلها في الدولاب بتاعها، فاهم ازاي؟ فاذا المساله بالنسبه لهم صعبه جدا. كذلك نفس الحكايه يا جماعه لما بيكون هي مثلا واحده حاصله على دكتوراه وهو معوش ابتدائيه، فلما بيتجوزها في تفاوت في العقليه وفي التفاهم. ما بقولش الزواج حرام، الجواز صحيح ما دام هي راضيه وهو راضي واهلها راضيين ما فيش مشكله، لكن بيحصل مشاكل. هي بتتكلم بعقليه وبمنطق وهو بيتكلم بعقلية وبمنطق تاني خالص، ما بيبقاش فيه تفاهم، الاتنين مش على موجة واحدة، بتبتدي تزهق مرة في التانية لحد ما في النهاية بتقول ده مش واجهة اجتماعية ليا، ده ما يشرفنيش ان انا اقابل بصحابي، ده كذا كذا كذا، لحد ما في النهاية بيحصل مشاكل وقد يكون بينهم اولاد ويبقى الضحية هم الاولاد. وكذلك نفس الحكاية لما تكون هي يعني مثقفة جدا او جميلة جدا جدا او غير الى غير ذلك، لكن مع ذلك واسمحوا لي في عجاله سريعه كده في ربع دقيقه عايز اقول حتى العلماء يا جماعه اللي قالوا لا بد من وجود الكفاءه في الناحيه الماديه والاجتماعيه والوظيفيه والدينيه قالوا حته حلوه قوي، قالوا حتى لو اشترطنا كل الحاجات ديت فالعالم، خدوا بالكم وركزوا، فالعالم كفء لأي امرأة على وجه الأرض مهما كان قدرها وعلمها ومكانتها ومادتها، مهما كانت غنية ومهما كان عندها ومهما ليه؟ قالوا لأن العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. نكمل موضوعنا ونتلقى اتصالاتكم بعد الفاصل القصير دوت. صلى الله عليه وسلم. في حضن البيوت
أحباه ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مع الفاصل الأخير من هذا البرنامج، وربنا يبارك فيكم يا رب. وأتمنى نكون استمتعنا مع بعض بحلقة النهاردة عن التكافؤ في الزواج. وقلنا جماعة أن العلماء حتى قالوا لابد من التكافؤ في الناحية المادية والمكانية والاجتماعية والأسرية والوظيفية والدينية، إلا أنهم قالوا أن العالم كفء لأي امرأة، لأن العلم خير من المال. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رأى أحمد الترمذي بسند صحيح، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: انما الدنيا لاربعه نفر، رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا باعلى المنازل، ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النيه يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل، قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الاجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. والرجل الثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله في حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل. قالوا فالتفاضل ما بين الرجل الأول والثالث، الأولان ربنا آتاه مالا وعلما فهو بأعلى المنازل، والثالث ربنا آتاه مال ولم يؤته علما فهذا بأخبث المنازل. فقالوا فكان الفضل هنا للعلم بفضل الله سبحانه وتعالى، فالعلم خير من المال، فالمال يحرسك، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. لكن عشان برضو المسألة تبقى واضحة جماعة، إن احنا قلنا يا حبذا الأصل إن يكون فيه تكافؤ في الدين والخلق، ويا حبذا يا جماعة إن يكون، مش عايز أقول تكافؤ بالملي في الناحية المادية والاجتماعية والأسرية والتعليمية، لكن بقول لو كان فيه تقارب. يعني ايه تقارب؟ يعني واحده واخده بكالوريوس وهتتجوز واحد واخد مثلا دبلوم او شهاده متوسطه، لا باس مفيش مشكله، انما تبقاش هي واخده دكتوراه وهو هنا ما بيعرفش يقرا ويكتب، بتحصل مشاكل. والله يا جماعه الجواز مش حرام، لكن بتحصل مشاكل، واحنا خايفين على الاسر، ما نفسناش ان اي اسره مسلمه يحصل فيها تفكك او انفصال. لو هي مليارديره وهو انسان فقير جدا يعني بالبلد مش لاقي ياكل هيحصل مشاكل، انما لو هي مثلا غنيه جدا وهو غني متوسط الحال ما فيش مشكله يحصل زواج، وبفضل الله ربنا هيبارك في هذه الزيجه المباركه بفضل الله سبحانه وتعالى. ونتلقى اتصالاتكم. معانا مين الشريف؟ مين؟ رباب من الجزائر؟ طارق من الجزائر. السلام عليكم. من مصر؟ طيب مصر والجزائر واحد ان شاء الله. السلام عليكم. ازيك يا استاذ طارق؟ ازيك يا محمود؟ ازي حضرتك؟ يا مرحبا، ربنا يبارك فيك. ربنا يصلح حالك وحالك يا رب. امين يا رب. انا والله العظيم بحبك لله. احبك يا جدع احترم فيك. شيخنا والله العظيم. ربنا يخليك. متجوزه؟ سبحان الله تعالى يجعل كلكم كده وقلوبنا متعلقه بعد ربنا. امين يا رب. متجوزه ولا يا استاذ طارق؟ اه الحمد لله متجوز وعندي اثنين الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. امين يا رب. انا عايزك بس تدعي لي بس يا شيخ عشان ربنا سبحانه وتعالى بس يرفع عني البلاء. ربنا يا رب يعني وصلوا اهل الذكر، فربنا تعالى يجعل في ان شاء الله الرحمن كده في دعائك ربنا يكرمك رفع البلاء ان شاء الله. يا ربنا يا رب يرفع. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه معناه بيقول يعني جنة الدنيا زوجة صالحة. نعم. فهو الحلقة بتاعت حضرتك دي جميلة جدا والله بالنسبة للشباب. ربنا يخليك. واحنا في الزمن دوت فعلا المفقدين موضوع الدين ده يعني. ربنا يخليك. يعني معظم الناس دلوقتي يعني او الشباب بمعنى اصح تايه. نعم. الشاب بينزل لمؤاخذة الساعة 7 بيجي الساعة 12 من بيته في الحياة. ربنا يكرمك. التفكير فعلا بيبقى بسيط جدا. في التاني حتى مثلا بالنسبة للناس دلوقتي في يعني في معظم الحياة تفكيرها كله بقى دنياوي. نعم. فبس ربنا يطلع يجعلكم سبب. ربنا يكرمك. إن احنا بس نتقرب ليه؟ لربنا سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك. فأنا عايزك بس تدعي له كده يا ولادي. حاضر استاذ. ولوالدتي. ربنا يبارك لك في والدتك يا رب، ويا ريتك وانت قاعد دلوقتي لو هي جنبك تقبل ايديها، وربنا يكرمك ويبارك لك في اولادك يا رب، ويفرج عنك وعن جميع المسلمين الهموم والغموم، اللهم امين. الاستاذ كمال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمه الله. انا ام كمال. يعني ام كمال؟ اه نعم معلش. سلام عليكم. الله يخليك ام كمال. الله يخليك. بغيت نسولك عن واحد بنت مرضعاها انا، بنت اختي. نعم. وعندي الولد كبر منها ما مرضعش معايا، مترضع مع واحد البنت. نعم. وبغيت نجوزها للولد الكبير. نعم. حلال ولا حرام؟ ربنا يحفظك يا رب. شوف ام كمال ربنا يبارك فيكي. هو ال يا رب يعني كلام سؤال واضح.
السؤال حاضر، السؤال واضح. بص يا أم كمال، هو المحرم في مسألة الزواج إذا كان اجتمع الشاب والبنت على ثدي واحد، يعني هي رضعت من الثدي ده وهو رضع من الثدي ده، ويكونوا الاثنين رضعوا كل واحد منهم رضع 5 رضعات مشبعات، هذا هو الذي يحرم الزواج ده، وأما غير ذلك فلا يحرم. مين معنا يا شريف؟ طيب أختي لينا من الأردن بتقول عمري 21 سنة مخطوبة من شاب عمره 24 سنة، واتفقنا أنا وخطيبي أن نجمع الحديث النبوية الشريفة اللي بتخص الزواج والأسرة ونضعها كدستور في منزلنا المستقبلي إن شاء الله، لكي يعرف كل منا حقوقه وواجباته. أنا عايز أقول حاجة لأختي لينا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. المسألة مش مسألة أن احنا نجمع حديث ونقعد ندرس بقى الحقوق والواجبات، صدقيني لما بيبقى في حب بين الزوج والزوجة محدش بيدور على حقوقه ولا واجباته، الكل بيبذل للتاني عشان يسعده ويكرمه ويفرحه ويدخل عليه السعادة. معنا الحاجة نادية من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا. أهلا بيك، يا أول مرة نتصل على الشيخ محمود نزل. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، ربنا يعزك. اتفضلي يا حاجة نادية. نعم اتفضلي، تحت أمرك. نعم معاك، اتفضلي اتفضلي، في سؤال حضرتك؟ نعم. طيب بقول لحضرتك، طيب الخط قطع، ربنا يفرجك. ها رشيد من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله حبيبي. الله يحييك حبيب قلبي. نشهد الله اننا نحبك في الله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يبارك فيكم وفي شعب السودان يا رب العالمين. كسر الله امثالك. الله يبارك فيك يا رجل آخر آخر حبيب، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجزيك عنا كل خير. آمين، أحفظكم كمان إن شاء الله كلكم. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب. بس عندي مداخلة شوية في اختيار الزوجة للزوج، اختيار الزوج للزوجة. نعم. اتفضل. فنحن أثبتت أنت الرجل يختار نعم له، والمرأة تختار لها. نعم. فأنا برى إنه في الجانبين إذا كان عندهم دين نعم بيعيشوا مع بعض. نعم. يعني الرجل إذا كان يختار امرأة نعم عندها دين نعم مهما يكون عندها نعم من المال نعم ما بيأثر في العلاقات الزوجية بينها. نعم. فهي بتعلم إنه عرض الدنيا زايد نعم فبتثبت نفسها لزوجها نعم وبالمبادئ والأخلاق على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فتعيش معه حياة خليلة. نعم ربنا يبارك فيك يا أخي العزيز، ربنا يحفظك. أنا عايز أقول حاجة، احنا قلنا يا جماعة إن الزواج لو تم بين زوج وزوجة حتى لو ما كانش فيه كفاءة دنيوية قلنا الزواج صحيح وما فيش مشكلة، لكن احنا قلنا بس إيه يا حبذا، بقول احنا بس بننزل الأرض الواقع، اوعى تفتكروا إن أنا بقول لو واحدة غنية اوعى تجوز واحد فقير، أو لو واحد غني اوعى تجوز واحدة فقيرة، الكلام ده أنا ما بقولوش، أنا بس بقول إيه يا ريت يبقى فيه شيء من التقارب عشان ما يحصلش مشاكل بس، إنما المال في حد ذاته عرض زائل ما يساوي أي شيء. فلو راجل متدين يتجوز واحدة متدينة وهي غنية وهو فقير ما فيش أي مشكلة بالمرة، أنا بس كل ما في الأمر بقول إيه بقول يا ريت يبقى فيه شيء من التقارب عشان ما يحصلش مشكلة مني عليه بعد كده تقول له أنا اللي كان معايا وأنا اللي صرفت وأنا اللي جهزت، فبيحصل يعني كسرة في قلب هذا الزوج، ربنا يبارك فيكم. الأخت مين؟ الأخت نهى من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت لي حضرتك كنت عايزة أسأل على حاجة بس. اتفضلي. كان في شخص متقدمي هو من الشرقية وأنا من القاهرة. نعم. الشخص ده بيصلي الفروض وكل حاجة بس ممكن الفرض يقع منه ولا حاجة يأخر فيه. آه. بس الشخص ده ممكن يتقل لله في مراته يعني اللي هياخدها. نعم. إيه رأي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك، ما دام الحمد لله بيصلي وغير تارك للصلاة والحمد لله رب العالمين يعني بيجتهد، ولو لا قدر الله فرض وقع منه ولا حاجة حضرتك تذكريه مرة في الثانية يبقى الحمد لله في خير، إنما احنا مش عايزين نقول إنه ما دام فاته فرض يبقى ما فيهوش خير، إن شاء الله في خير. واحنا عايزين نقول يا جماعة إن يهمنا جدا في المسائل زي كده طبعا إن احنا لما يجي واحد يتقدم لبنتي لازم أسأل على دينه، لازم أسأل بيصلي ولا ما بيصليش، بيقرأ قرآنه لا، أخباره إيه مع أمه وأبوه، بيبر أمه وأبوه ولا هو عاقل ولا دين. المسائل دي أحيانا بتفوت على الآباء والأمهات، المسائل دي خطيرة يا جماعة، اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في بنتك، خد بالك وركز على الحتة دي وإن شاء الله توكل على الله ربنا يحفظك. اتفضلي. أنا بصلي كامل الليل بعد العشاء 10 ركعات نعم بخلص فيهم جزء. نعم. فهل لو
ويوم في يوم تعبانه ممكن يعني اصلي 6 بدل 10 ولا يبقى عليا؟ مفيش لا مفيش اي مشكله ابدا اختي، اصل قيام الليل ده نافله تؤجري عليها ولا تعاقبي على تركها. لكن عايزين نقول ان يعني هدي النبي عليه السلام احسن الهدي، قال كان صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، حتى لو هتصلي مش 10 ولا 3، لو هتصلي ركعتين طوال وتداوم عليهم شيء جميل جدا. المهم ما يبقاش من 10 ركعات لما فيش ولا ركعه، عايزين يعني ايه يبقى التوسط جميل. ربنا يبارك فيك يا استاذ. الاستاذ علي. عليكم السلام. الاستاذ علي من النمسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا خالي، ربنا يحفظك. الله يديك كل خير، والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعز حضرتك. الله يخليك يا رب، عندي بعد إذنك ثلاث أسئلة إذا تكرمت. اتفضل تحت أمرك. سؤال أول. نعم. في عندي صديق تزوج من امرأة، طبعا هي غير مسلمة نساوية. لو في صديق نعم، تاني معلش السؤال. عندي صديق. ايوه. في عندي صديق كان متزوج من امراه نمساويه. نعم. غير مسلمه. نعم. وطلقها لكن طلقها فقط باللسان شفهيا طبعا، لانه هو تزوج حتى يعني عند شيخ عادي، يعني انه لانه هون اذا بدك تتزوج بالكنيسة الوضع بيختلف، او خلينا نحكي بالبلديه او هيك شيء. نعم. هل زواج الطلاق عفوا طلاق جائز؟ طبعا هو طلقها اكثر من مره، يعني اكثر من 3 طلقات. اكثر من 3 طلقات. نعم. يعني طلاق من غير ورق يعني. ما هو الطلاق من غير ورق. طلاق من غير ورق حتى بيحسب طلاق. يعني هل في عهد النبي عليه السلام كان بيأيده كل طلقه عند المأذون؟ لا، هو المحسوب من الطلاق ما دام قال لها بطلاق صريح انت طالق خلاص، يبقى اتحسب الطلقه. مره ثانيه في موقف ثاني او في وقت ثاني قال لها انت طالق، نفس الحكايه، لو تمت الثالثه يبقى خلاص كده يعني اكتر من 3 مرات، خلاص هو 3 مرات كفايه، الاكتر من كده تمام. على اساس ان عندكم هناك لابد ان الطلاق يكتب على الورق، صح كده؟ بس وعموما من الناحيه الشرعيه، سيبك من الناحيه القانونيه، من الناحيه الشرعيه 3 طلقات خلاص يبقى يفرق بينهما، وربنا يرزقه بواحد افضل منها ان شاء الله ويبارك فيها رب العالمين. عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم. اخ عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. والله انا احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يبارك في حضرتك. متجوز ولا لا؟ والله لسه انا بدور على عروس. ربنا يجوزك، قول امين. امين يا رب العالمين. ايوه اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. والله كنت عايز بس رقم حضرتك بس. نورني. عايز رقم انا؟ طب ممكن تروح. حاضر عليا. ما عشان بس يدهولي بس. ادهولي يا استاذ شريف في الكنترول ان شاء الله. حاضر. عينينا. حاضر يا استاذ عبد الرحمن. تحت امر حضرتك. الأخت ليلى بتقول السلام عليكم، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم هي أنني صابرة على وضع الحجاب في البيت بسبب وجود غريب ولا أجد حريتي. الأخت منى محجوب، أولا أحب أشكر حضرتك على البرنامج الجميل دوت، جزاكم الله خيرا، وبرجو من حضرتك الدعاء ليا بالهداية، ربنا يهديكي. وأنا مش هقول لحضرتك هديتي إيه للنبي إلا لما أكون واثقة إن إن شاء الله أستطيع أن أعملها، وأتمنى أن تدعو لي بالإخلاص في القول والعمل، ربنا يرزقنا وإياكي الإخلاص في القول والعمل. الأخت فاطمة من تونس بتقول أنا أختكم في الله فاطمة من تونس، وأتابع البرنامج باستمرار الحمد لله، وحتى لو فاتتنا الحلقة بنزلها وأشاهدها. أختي بتقول عمري 15 سنة ولبست الحجاب منذ 6 أشهر، والحمد لله هداني ربي والتزمت بالحجاب الشرعي بعد شهر من لبس الحجاب بفضل الله. أريد أن أقول لشيخنا محمود المصري إني والله أحبه كأبي لا ينقص عليه شيئا، جزاكم الله خيرا، حفظك الله لنا يا شيخنا، ودمت ذخرا للأمة ودلا لنا على الخير، وأسأل الله أن يجمعنا في جنات الفردوس، اللهم آمين يا رب العالمين. فيباهي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا محمود، لا معلش ربنا يبارك فيه ده كتير عليا، هذا محمود المصري الذي اوصل هدي وسنتي للناس لوجه الله، وينظر الينا ويقول هؤلاء من تبعوه فاتبعوني، يعني يا رب النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بكم الامم يوم القيامه. دكتور حسان من فلسطين، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور حسان. نحييك ان شاء الله على هذا البرنامج. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الله يبارك فيك ويحفظ اخواننا في فلسطين يا رب، ويفرج عنكم الهموم والغموم وينصركم على اعدائكم يا رب العالمين. والله انا يا شيخ، انا المفروض يا شيخ والله انا بس بدي اتوجه ان شاء الله نداء للشباب خاصه، انا طبعا بحكم عملي مأذون عقود زواج. نعم. بالنسبة للطلاق يعني نداء بسيط للشباب على أن يتروا شوي بالزواج. نعم. ويختاروا أو كان الزوج يختار الزوجة الصالحة أو كان الزوج يعني يتروا. نعم. باختيار الزوج، لأنه بالفعل عمال بتصير الطلاق جدا جدا. نعم. جدا في مجتمعنا. نعم.
وطبعا بطبيعة الحال الطلاق يعني تفكيك للأسرة بكاملها. طبعا والرسول عليه الصلاة والسلام قال الطلاق يهتز منه عرش الرحمن. فرجاء إن شاء الله من على هذا المنبر توجه نداء إلى الشباب تروا في الزواج حتى إن شاء الله ما نصل لا بداهات وإشكالات. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك دكتور حسان، كلام حضرتك والله رسالة غالية جدا، ربنا يبارك لي في عمرك. فعلا يا شباب احنا عمالين بنتكلم النهارده عن الكفاءة، وكلمنا قبل كده في حلقات عن اختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح، احنا بنتكلم في الكلام ده كله ليه يا جماعة؟ لأن نسبة الطلاق وصلت، سامحوني، وصلت في الوطن العربي 40%، يعني من بين كل 100 فتاة تتجوز 40 مطلقة، يعني مسألة خطيرة جدا، يعني الموضوع يعني نذير ونقص خطر كبير جدا جدا. فعشان كده بنقول للشباب تروا في الزواج، اختاروا اختيار صحيح. وعايز اقول حاجة انتوا فاكرينها، انا قلت لما تركز ما تركز على اختيار الفتاة وبس، ركز على الاسرة، خد من اسرة محترمة. لو حصل حاجة غلط من البنت الاب يقول لها عيب، عيب يا بنتي، مش يروح يقول لها ايوه اعملي فيه وسوي فيه ده يستاهل، اعملي فيه كذا وسوي فيه كذا. في اباء بالمنظر ده شفنا الكلام ده كله، وشفنا امهات بالمنظر ده، لكن في المقابل شفنا ناس محترمين ما شاء الله يقول عيب يا بنتي، ده زوجك حق الناس بيك يا بنتي، ده جنتك ونارك. عايزين نسمع الكلام الجميل ده من الاباء والامهات، ربنا يبارك فيهم. اختي بسمله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج الجميل ده. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. انا بس كنت عايزه اخد راي حضرتك في موضوع. اموري تحت امرك. انا كنت عايزه اخد راي حضرتك في يعني الجواز عبر الانترنت. في ايه؟ الجواز عبر الانترنت. عبر الانترنت؟ عبر الانترنت نعم. هو في كان شخص كان تقدمي عبر الانترنت وكده، وانا رفضت اتكلم معاه اكتر من مره وكده، وهو اثر، ولما انا رفضت اكتر من مره هو اتمسك بيا اكتر. نعم. بس انا مش عارفه اعمل ايه، هو مصر اللي هو يجي يقابل والدي وكده. نعم. عايز اقول لك يا اختي بسمله، طبعا سؤال واضح، ولحضرتك ولغيرك من اخواتنا ربنا يبارك فيكم يا جماعه، الجواز عبر الانترنت انا بقولش انه حرام، بس بقول مش نافع. عارفين ليه مش نافع؟ عايزين نقول بنتنا غالية عندنا، مش هقدر اديها لواحد كلمها عبر الانترنت او اتعرف عليها عبر الانترنت، لان في النهاية احنا عارفين اصله ولا فصله ولا اسرته ولا حياته، ممكن يكون من بلد تانية، ممكن يكون انسان مخادع، ممكن يكون انسان بيتظاهر بدينه وما فيش اصلا لا خلق ولا دين، وممكن احتمالات كتيرة جدا. انا ما اقدرش ان انا اضحي ببنتي عشان خاطر احتمالات، لا، لازم اكون عارف ده من اسرة مين واخلاقه ايه ومتربي ازاي ومتعلم ازاي وبيصلي ولا مش بيصلي وبيعمل ايه، علشان اقدر اسلم بنتي. دي امانة، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. انا ما بنصحش اي اخت، وسامحوني انا عارف ان دلوقتي فرص الزواج بقت بسيطة، لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله لو كل اخت ان شاء الله لجأت لربنا وقعدت تسأل ربنا وتابعه، إن شاء الله ربنا هيصلها زوج صالح. لكن ما انصحش حد، وما بقولش إنه حرام، لكن ما انصحش حد يتجوز عبر الإنترنت. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام بك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بحبك في الله يعني. ربنا يحبك ويسترك يا رب. أنا متجوزة وجوزي يعني أكبر مني 15 سنة. نعم. بس يعني هو في شوية مشاكل بيني وبيني يعني مش متفاهمين. نعم. او ان هو طبعا كان ليه علاقات يعني قبل ما انا اتجوز وكده بنساء كثيره. نعم. وما زال يعني بيكلموه بيكلمها عادي، فانا حاولت اوضح له الموضوع ان هو بيضايقني وبيتعبني. نعم. بس هو يعني برضه مش الموضوع عادي، ولا ده انا صحابي وكده يعني. نعم. بس اكثر مره ام محمد هو الزوج مش ملتزم يعني وكده يعني، ولا يعني ولا المسألة عنده بالنسبة له مثلا عادي جدا يبقى فيه تليفونات بينه وبين بنات او غير ذلك، يعني الموضوع عنده عامل ازاي؟ الموضوع عنده عادي يعني، يرنوا عليه عادي يكلموه عادي. بس انا الموضوع كان بتعبني، وكمان يعني علاقته بيني مش متفهمين. نعم. ودايما عصر معايا. نعم. وبيغلط مثلا معايا كتير قدام اهله. انا عايزك يا ام محمد تعمل حاجه حلوه بقى، عشان الناس فاكره ان الناس المتدينين دولت ناس بقى منغلقين. انا عايزك تعملي له نيو لوك، واوعي تستغربي بالكلام ده.
انا عايزك تعملي له عارف حضرتك ظبطي له نفسك يعني سامحيني انت ممكن تكوني مظبطه نفسك لا عايزك تهتمي بيه اكتر واكتر اعملي له قصه شعر حلوه تزيني ليه حضري له الاكله اللي بيحبها كلميه كلمه حلوه صدقيني ممكن يكون الزوج بيفتقد اشياء واحيانا يستحي يكلم زوجته وطبعا ده ما بيبقاش علاج للمشكله انا عايزك تخليه يعني يشوف الحاجه اللي ما اللي بيشوفها بره او الاحسن اللي بيشوفها بره هو الاصل ان هو يغض بصره لكن عايز اقول ان انت حاولي بفضل الله سبحانه وتعالى ان انت بالبلدي كده بلغه العصر تملى عينه عشان هو ما يبصش بره دي نقطه النقطه الثانيه او الاولى بمعنى اصح ذكري بالله ان خد بالك ان لو انت بصيت لبنات الناس ممكن تلاقي حد يبص لبناتك وخد بالك واحنا عندنا اعراض وعندنا 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 عشان ربنا يكرمه ويتوب الى الله ويرجع الى الله ويعرف ان الكلام ده ما يجوز شرعا الوقت معاكم والله بيجري بسرعه شديده جدا طب نستقبل اخر تليفون انا بكلمه يعني بس برضه هو مش متجاوب معايا يعني بصي عليكي بحاجتين ذكريه بالله وباسلوب لين كده وجميل وفي نفس الوقت حولي ان انت تقدمي له اجمل صوره وابهى صوره الحاجه الثالثه عايزك تكثري من الدعاء ودي اول حاجه يعني ربنا يبارك فيك يا رب مين معانا شريف الاخت نادى السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله لو سمحت انا اتقدم لي واحد انا بكالوريوس وهو معاه ثانويه عامه نعم ودلوقتي هو كويس جدا وهم بيقولوا كل الناس بيقولوا ان هو كويس ومتدين خلاص وانا مش عارفه ارد اقول ايه لا مفيش مشكله خالص ما احنا قلنا يكون في تقارب مش لازم هو بكالوريوس انت بكالوريوس هو بكالوريوس انت هو ثانوي عام وانت بكالوريوس مفيش اي مشكله ما دام انسان متدين وكويس وعلى خلق وافق ان شاء الله الف مبروك يا اخت ندى يعني مش عارف اقول لكم ايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته